يعمل هذا الموظف كإداري في أحد البنوك، وصلت إليه هذه الأم لتطلب خروجه لمساعدتها. أجابها بحاضر يا أمي، ولم يقل لا دخل لي، ولم يفكر بأنه منشغل وعمله إداري، ولكن فكر فقط في جبر خاطرها، فترك كرسيه ومكتبه وخرج ليساعدها، ليكتشف أن الله أرسلها له لينقذه، فقد سقطت مروحة المكتب على كرسيه مباشرة. وكأن هذا الحدث رسالة إلهية، فقد طلبت مساعدته، فإن جبر خاطرها جبر الله خاطره بسلامته. ولذلك وجب على برنامج خاطرك مجبور تشجيع أمثال هؤلاء الرجال. سبحان الله. طيب إيش شعورك لما كذا رجعت شفت المروحة سقطت بثواني في نفس المكان الذي أنت كنت جالس فيه؟ أنا قلت هذه المرأة والأم بعدها ربي لا عندي تنقذنا من اللي كان بيحصل لنا.